شحال شحال الضو اصاحبي خلينا نبداو راه السكسيس ستوري هادي شحال الضو. دابا مزيان اليوم غندويو على السيمو لايف. السيمو لايف خونا عنده شركه كبيره ديال الاي كوميرس في تايلاند، حتى السطر بدا من الزيرو وعمرو فكر يخدم عند شي واحد ودار داكشي ديالو بوحدو باش يبقى هاني وبعيد على الصداع. الصاد ما عندوش مع داك البلانات ديال 9-4 والتوقيت الاداري وداكشي الالاعيب، المهم راكم عارفين بلا ما نبقى نشرح لكم بزاف. المهم خونا سول راسو باش ندير لاباس ونبقى هاني شنو الحل. يلا قول لي شنو الحل. الحل هو الانترنت. خونا بدا قديم في الدومين ديال التجاره الالكترونيه ولا الاي كوميرس اللي كتحقق لك اهم حوايج اللي تقدر تكون كتقلب عليهم اللي هما الاستقلاليه راحه البال واهم حاجه العقاشيري وعمار العقا. صاد مع فريق كبير دابا وغادي مزيان الله يسهل عليكم. لا تقولوا قوصنا ولا شي بلان، المهم راك فاهم. المهم صاد ديما في السطوريات ديالو كينصح الناس بثلاثه ديال الحوايج: الخدمه الخدمه، التفكير الايجابي، واهم نقطه هي الانترنت وفيما يدار. صاد عايش الحياه. ايوا هادي هي السكسيس ستوري ولا بلاص. وانتوما العشرين شنو هي قصه النجاح ديالكم؟ يلا خلونا كومونتيرات لعيبه شي كلب. المهم رونوها، يلا يلا رونوها، بغينا نشوفوا السكسيس ستوري. يلا تهلاو.